السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي تستقبل قناة تايم سبورت والقنوات الأرضية بمصفى استخدام مصفى طبيخ، مصفى مطبخ قديمة زي حضراتكم شايفينها دي، وسلك دش بالجاك، الجاك العادي اللي بيركب في ظهر التلفزيون عادي مكان الاريال اهو زي ما حضراتكم شايفين. لان في ناس لما نشرت الفيديو قبل كده قلت بالاريال الهوائي بتاع زمان اللي على السطح، في ناس قالت ان احنا ما عندناش الاريال نعمل ايه، ما عندهمش هوائي على السطح نعمل ايه. فده البديل بتاع اللي ما عندوش اريال على السطح. بعدين الحتة دي كده وجبنا الشعر بتاع اهو وسطا الصورة في النص اهو، الشعر ده جمعناه على بعضه وعملنا كده بعيد عن ده ما يكونش لازق في ده، تمام. وهنعديها من فتحة في النص كده في المصفى اهو، ونيجي من الناحية التانية دي كده السلك معدي اهو، نرجع تاني نتني يعني نتني تانية ونرجعها تاني بحيث تكون أوريها لحضراتكم اهو بانت كده اهو، نرجعها للظهر نلف بقى من الظهر كده ونشوف اهو اصبح عندنا الاتنين من الظهر اهو، نلفهم على بعض كده بحيث يكونوا اهو، نبرمهم كده بحيث ان هو تكون متثبتة تماما في المصب. وفي اقرب شباك، مش هقول لك على السطح، في اقرب شباك لو مسكتها في ايدك كده هتجيب اهو، في اقرب شباك تمام. وادي السلك بعيد عنهم اهو، هنروح نثبتها في اقرب شباك. حضراتكم الشاشة دلوقتي مش جايبة حاجة، هنثبتها في اقرب شباك ونرجع لحضراتكم ونشوف. اهو يا جماعة انا حطيت المصفى قريبة من الشباك اهو، مش في الشباك كمان، ادي الشباك اهو حضراتكم اهو، والستارة كمان من الداخل اهو، ما خرجتش بره. ده المكتب اهو، مكتب حضراتكم عليه حاجات اهو اهو، وهذا يعني ايه حطيتها كده زنقها بين المكتب وبين الحيطة اهو اهو، مؤقتا اهو، شيء مؤقت بس علشان اوري لحضراتكم ان في صورة بتيجي كده كمان، ممكن بعض القنوات تنقص لكن لما ترفع المكان او تخرجه في البلكونة حتى هتكون، حتى لو على الارض لو في اي مكان هتظهر بجودة عالية. ده الناس اللي ما عندهمش اريال على السطح الهواء بتاع زمان. اوري لكم حضراتكم الصورة اهو والله من غير ما اجي جنب الاريال، مش هاجي جنب المصفى، هسيبها زي ما هي. اوري لحضراتكم الصورة اهو حضراتكم، قناة تايم سبورت بالمصفى وهي محطوطة على المكتب، مش خارجة بره كمان في الهواء، وهي على الارض باي حتة سلك واي حاجة بنفس الجاك اللي بيتركب. حضراتكم قناة تايم سبورت اهو اهو، عشان الناس اللي ممكن تشكك وتصعب المسألة من الموضوع بينفع بكذا طريقة اهو. ونشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.